السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة 4 أوت أغسطس 2023 والساعة 10:07 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشرة عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك. أزل في اللون إخواني، حياكم الله أينما كنتم، حيا الله الأحرار أحرار البلاد أينما كانوا، حي الأحرار المنطقة المغاربية والمنطقة العربية وأينما وجد حرا يدافع عن المستضعفين وعن المظلومين وعن المضطهدين ويواجه ويقاوم الطغاة المستبدين المفسدين في الأرض. حديثي إليكم اليوم هو 3 أجزاء، جزء عن الوضع الداخلي، ثم جزء عن النافذة الدولية تحدث فيها على روسيا وخاصة على النيجر وهذه التطورات وماذا يعني ذلك بالنسبة لنا كمنطقة مغاربية وكالجزائر أيضا، ثم نعود إلى الجزائر ونعود إلى بعض المواضيع ما تعلق منها، جزء منها متعلق بتيزي وزو وجزء آخر متعلق بإذراع الميزان، في انتظار أن أعود أيضا غدا إلى موضوع وهران واللي أعذرني إخواني في وهران وموضوع تيزي وزو، لأنه اليوم راح يكون جزء فقط وهي ما زالت في الحقيقة أجزاء. وأيضا نتحدث ربما على الصراع وهذه التغييرات اللي راهي تحدث ولماذا يسارع تبون ومن معه بعلام خاصة والجنرالات اللي مع تبون يسارعون وكأنهم في ما يعرف بالجري ضد السرعة لتحضير العهدة الثانية، يعني أنهم يجب أن يتخلصوا من خصومهم في السلطة، جهة يقودها شنقريحة ومن معه وجهة خليط مخابرات قديمة على مخابرات جديدة، جماعة توفيق ونزار وجماعة واللي مرتبطين معهم مجذوب كحال وأيضا جبار مهنا بشكل أساسي، جبار مهنا اللي يبدو أنه أيامه قد أصبحت معدودة. بداية هذا إخواننا في حمر العين، بلدية حمر العين، شوف الناس إلى رئيس دارة حمر العين إلى بلدية حمر العين وإن شاء الله يوصلوا الصوت تاع العائلة اللي راهي بيتها برا. بسم الله. السلام عليكم، حنايا رانا شحال من خطره نروحو شاف دايره والمير وما واش حاب يستقبلنا ومني ذاك يستقبلنا يكون غير فيها خير فيها خير فيها خير عينا منه، ورانا اليوم جينا هنايا رانا عندنا ضباط ايمان ورانا عندنا ثلاث ايام وحنا رانا بايتين هنايا وما كانش اللي راه حاب يشوف لينا، وهذوك كاين ناس هدموا لهم ديارهم وما طاولهمش، وكاين ناس مقصيين، وكاين ناس عنده شومبره فيها 3 مترات على 82 على عايش في الغابة ما بغاوش يعطولهم بغاش يشوفوا لهم. والسلام عليكم. خويا السلام عليكم، انا راني في الهش ورئيس البلدية يقول لك خير فيها خير فيها خير ان شاء الله، والصح ما كان والو. وش الرسالة تاعك؟ وحنا نطلبوا من السلطات يشوفوا لينا، نطلبوا من السلطات يشوفوا لينا في أقرب وقت، يشوفوا لينا في أقرب وقت، حنا ولادنا عندنا 5 أيام من اللي رانا برا، يشوفوا لينا أنا يا عمي من راشي، يشوفوا لينا نسكن في مركز مزرعة 5 شهداء، كي جيت نطلب ساكن تاعي قال لي غدوة عاود وليا ما كان والو، غير فيها خير فيها خير فيها خير. هذا الخير دائما من يجي. هذو مؤسسة رابطة حقوق الإنسان
ولاية تيبازا هم اللي قاموا بهذا العمل الخيري بحيث إبهار هؤلاء من بلدية حمر العين اللي هي في ولاية تيبازا بالمناسبة، واللي هدموا لهم مساكنهم بما فيهم أرامل، مطلقات، أسر، أطفال صغار، كبار إلى آخره، وأرموهم لحد الآن. ويتلاعبون رئيس الدائرة ورئيس البلدية يقومون بالتلاعب، وكل واحد يقول أنا خاطيني في مساحة هي 10 مساحة في العالم. دعنا نذكر هؤلاء السفهاء الذين يحكمون البلاد بذلك، يرمى الجزائريون في الشارع وتعطى الشقق وتعطى الأراضي وأحيانا الفيلات لمن لا يستحقون، ويجعلون من هذه الشقق وأحيانا من هذه الفيلات ومن هذه المراكز مراكز للفساد العارم، في حين ترمى أسر بأكملها إلى الشارع. وطبعا كثيرين منكم خاصة اللي يعيشوا في المدن الكبرى يمرون على أسر بأكملها تبات في الشارع. ما كان لهؤلاء أن يباتوا في الشارع لولا أن هناك فساد عارم وظلم عظيم. هناك من يمتلك الشقة والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة وربما العاشرة، ناهيك على ربما فيلا هنا وفيلا هناك، ناهيك على قطع الأراضي، ناهيك على الأموال المنهوبة، على العقارات وعلى المنقولة والذهب والأموال المهربة، وهناك من لا يمتلك متر مربع واحد في هذه البلاد الشاسعة، هذه البلاد اللي ضحى من أجلها الشهداء ودفع منها ملايين الشهداء عبر التاريخ، منهم فقط في الحقبة الفرنسية أعداد هائلة، سواء الذين قاوموا أو الذين قتلوا فقط لأنهم جزائريين. في هذا الوقت هناك من ينهب بلا حدود ويمتلك بلا حدود ويسرق بلا حدود، وهناك من لا يمتلك شبر من الأرض. هناك من يبيت متخوم تخمة وتم تتملكه حتى الأمراض من التخمة، وهناك من يبيت يتضور جوعا. هاي الكارثة، وهذا الوضع لن يستمر، خاصة الحجرة اللي راهي تتعاظم وتزيد. يعني وكأنهم هذا الانتقام من الشعب وسعوه وزعوه، حتى الناس اللي ما كانوش في الحركة راهم ينتقموا منهم. طبعا أقولها لكم، يعني نحن نتجه نحو ثورة جياع وراهي على أبواب. للأسف أنا لست مع ثورة الجياع، لكن الشعب من حقه أن يثور على حقوقه. أنا مع الثورات السلمية، ثورة مثل الحرك، لكن عندما تسد الطرق أمام الناس فالناس في نهاية المطاف تأتي لحظة فلا أحد يتحكم في الوضع، وهذه العصابة عايشة في عالم آخر. هاهم نفسهم أيضا. السلام عليكم، احنا يا من إبراهيم بن عمار حل دانيال، احنا يا رانا بيتين برا، عندنا 3 أيام رانا بيتين برا، ولادنا خليناهم اكسلهم مرسخ، اكسلهم مرسخ، كل واحد وراه، كل واحد وراه، الراجل جا 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 وكره وكره، نطلبوا من السلطة المعنية الوالي الشيف دايرة والمير هذا اللي نروحوا لي كل يوم كل يوم يقولنا فيها خير فيها خير، يقول له خلي خيرك عندك واعطينا السكنة والسكنة الفارغة واعطيني المفتاح وخلينا نسكن. السلام عليكم، أنا السيد الكبير هش هدونا في 2017 وخلوا دراري برا بلا مأوى بلا أكل بلا ماكلة بلا شراب، وراني متشردة في الشوارع. صحيح مطلب انا من السلطه في الشوكه عندي في فبراري، راني في ايام وانا برا بيا بولادي ما شافوا فينا ما حوسوا علينا، كي رحنا للمير يقول لك غير فيها خير فيها خير. انا مطلب من السلطان ما نجيش، راني محاوزه وراني برا، حتى ذاك اليوم كنا برا محاوزين، عندي وليدي في عمر 14 سنه يرقد معايا في الشومبره، الدار تسيل عليا في الشتاء وما عنديش ما عنديش وين نروح. السلام عليكم، احنا نطلبوا من السلطه، احنا نطلبوا من السلطه تشوفينا وتسكننا تسكننا، احنا كاش ما كاين مدافعات على المرأة، كاش ما كاين جمعيات للدفاع على النساء، كاش ما كاين والله كاين غير تاع الهبال هذوك. يعني
هاهم نساء، هاهم مسحوقات، بائسات، مطرودات، مرميات في الشوارع. اصلا وان كانوا يباتوا وان كانوا يعيشوا هي اصلا يعني احيانا لا تليق بالحيوانات، ومع ذلك هذاك الاماكن هدموها. هل هناك من يدافع على هؤلاء البائسات المستضعفات المسكينات؟ كاش ما كاين جماعه شويه الفيمينيست، جماعه الدفاع عن المراه، كاش ما كاين شويه تشوفوا لهاد الناس ولا لازم يكون نوع معين من النساء؟ هذا راه محظوظ، هذا مازال يدي 150 ألف في النهار، يعني ما يعادل كم؟ 7 أورو. هذا مازال راه من جماعة اللي يدو 150 ألف في النهار، يعني لو كان يخدم 25 يوم يدي حوالي 4 ملايين في الشهر. راهم كاين اللي يدو أقل من ذلك بكثير، كاين اللي يدو 3 ملايين، كاين اللي يدو 2 ملايين، يعني أقل من 150 أورو، أقل من 100 أورو، كاين اللي يدي 1.5 مليون، تقاعد نتاعو 1.5 مليون. كاين اللي يعطوهم هذوك نتاع العقود ما قبل العقود الى اخره في مهزله عظيمه، اقل من 600 ألف، يعني اقل من 30 اورو في الشهر، اورو في النهار يخلصوا. تخيلوا ان هناك بشر يخلص اورو في النهار، وفي الهند وما صرتش، في بومبي ولا في سريلانكا ولا في بنغلاديش وما صرتش. هذه في بلد البترول، بلد الغاز، بلد الذهب، بلد اليورانيوم، بلد الأراضي الشاسعة، بلد كاين اللي يخلصوا أقل من أورو في النهار. تخيل ذلك، مش نكتة ولا مبالغة، هذه راهي حقائق. وراهم كانت تراه تمس عشرات حتى لا أقول مئات الآلاف من الأشخاص، يسموهم عقود ما قبل التشغيل. وطبعا إخواننا المصابين في أجسادهم، كاين اللي يدي 10 آلاف دينار، وكاين اللي يعطوا له 4 آلاف دينار، كاين اللي يدي 3 آلاف دينار. يعني كم 3000 دينار؟ يعني أقل من 15 أورو، يعني يدي نصف أورو النهار وهو مصاب في جسده، ممكن أعمى ما يشوفش، ممكن أطرش وأبكم، ممكن مقعد ما عندوش رجليه أو مصاب في رجليه، أو تخيلوا أي وضع. تختلف ما بين 3000 إلى المخيرين يدوا 10 آلاف دينار. أقل شيء لأصحاب الاحتياجات الخاصة، أقل شيء المفروض إن شاء الله تقوم دولة مدنية وتقوم دولة الشعب، أقل شيء أن يكون لديهم ضعف الحد الأدنى من الدخل، ضعف الحد الأدنى من الدخل، أقل شيء. ونحن نتكلم على أكثر من 4.5 ملايين جزائري مصاب وهو معتبر من الاحتياجات الخاصة. هذا راه كاين أعداد أخرى مش معتبرة، مش حاسبينها، يعني لأنهم ساكين عايشين في أماكن فقيرة، جاهلين، ما يعرفوش، ما كاش اللي يعاونهم إلى آخره. أقل شيء هؤلاء يجب أن يكون ضعف الحد الأدنى، لأنه أصلا مصاب في جسده، أصلا عنده معاناة دائمة 24 ساعة على 24 ساعة. ولن ننصر إلا بضعفائنا، لن ننصر إلا
بإنصاف والنظر ليس فقط بالإنصاف وبالعدل، وإنما أيضا بالرحمة الحقيقية والتراحم الحقيقي للمستضعفين في الأرض. الجزائر بلد غني، أو على الأقل نسبيا غني، لديه إمكانيات هائلة، فلا يعقل أن يطحن فيها المستضعفين، لا يعقل أن يطحن فيها المصابين في أجسادهم وفي عقولهم، وفي يطحنون طحن، ويطحن فيها الأرامل، ويطحن فيها اليتامى، ويطحن فيها أصحاب القرى المطيشين، ويطحن فيها أصحاب الجنوب، أصحاب الجنوب تقريبا كلهم يعني، حتى الأغنياء فيهم يعانون. لا يعقل أن بلد بهذه الإمكانيات وبهذا الموقع يعيش أغلبية أهلها في ظروف مادية عصيبة تؤدي إلى تدمير الأسر، تؤدي إلى تدمير الناس، تؤدي إلى الطلاق، تؤدي إلى أشياء كثيرة جدا. الأوضاع المادية تلعب دور، ليست الوحيدة لكنها تلعب دور كبير جدا في هدم الأسر، تلعب دور كبير جدا في توجه أحيانا الأبناء ذكور أو إناث إلى الفساد، تلعب دور كبير جدا في توجه الناس إلى المخدرات، في الحرقة، في السرقة، في العصابات. جزء رئيسي مما هو واقع اليوم في البلاد نابع عن النهب العارم اللي يقوموا به الناس. اليوم راح نجيب لكم بعض المواضيع يعني كأمثلة فقط. صراحة لم يعد يكفيني الوقت من كثرة ما راهي تصلني الملفات والرسائل والأشياء، لم يعد يكفي وقت لأطلع على كل شيء. هاي الجزائر الجديدة، شوفوا كيفاش يسق مطرق القطار، تخيل الرمال غطات طريق القطار، شوفوا كيفاش ينقوه باش القطار يمر. أو القطار من بعيد يبان. واحد العبث غير مسبوق، يعني يقعدوا يضربوا ممكن هذا النهار باش يحركوا الكثبان تاع الرمال اللي غطات السكة الحديدية، مع أنه الشيء البسيط هم عارفين هذا القطار يمر على أماكن فيها صحراوية فيها الغبار، يعني يجي الريح هذا الفونت صابل، يجي الريح محمل بالرمال يغطي الأماكن، يغطي الطرقات، يغطي شيء بسيط، هو أن يوضع جدار صغير تاع مترا مترا ونص باش يحمي الطرق. وجدار طبعا كإمكانيات هائلة الآن، جدار مش شرط جدار إسمنتي يعني. هذا ناهيك على أن راهم دايرين كارثة أخرى وهي تدمير البيئة، مش فقط بالحرائق اللي يشرف عليها جبار مهنا وامثاله، ولكن في كل مكان كاين تدمير بناء المفروض يعني الغرس السدود الخضراء. حتى في زمن بومدين على رغم استبداده الى كانت هناك مشاريع، يعني كانت هناك مشاريع مثل السد الاخضر هذا، برغم الاخطاء اللي فيه الا انه استطاع ان يعيد للجزائر بعد القنبلة والاستعمار والحرق ولاتيربريلي سياسة الأرض المحروقة إلى آخره، أن عادت الجزائر إلى بعض الخضرة وبعض الأشياء. عندنا ملايين الناس عاطلين، ملايين يعني الآن وين تتحدث يقولك ما كاش خدمة، ما كاش شغل، ما كانش. عندنا ملايين الناس عاطلين، أقل شيء أنك تحول منهم 200 إلى 300 ألف شخص، تعملهم تدريب وتقوم بعمليات تخدير البلاد. وهناك تجارب هائلة، حتى هذا بن سلمان على إجرامه عندهم تجربة الآن جيدة في السعودية في قضية تخدير البلاد، تشجير البلاد. الصين عندهم تجارب رائعة، لأن الصين أيضا فيها صحاري، جزء من منطقتها خاصة المنطقة الغربية صحراوية، وعندهم تجارب هائلة. شخصيا شفت برنامج
مرة على هذا الموضوع من أروع ما يكون. مادام نقول لكم جيبوا الصينيين لكل شيء بما فيهم البناء لكم في كلوب دي بان وما شابه، جيبوهم يدربوا الجزائريين على التشجير وتخضير البلاد، أو حتى لما تحرقوا آلاف الهكتارات كل عام على الأقل يكون كاين بديل، ويلقى جبار مهنا وش يحرق مع الوقت. هو أمثال يعني، طبعا جبار مهنا كمثال. ولاية طرف. خاوتي ياكم قاعدين تشوفوا واش قاعدين يصرى. هاكا فلاجيري هاك عايش لاجئ. خويا والقش المو طيشوا الناس برا، هاكم تشوفوا بعينيكم. هذا الفيديو نحبه يوصل للناس الكل، الناس الكل تفرج هاكا في بلادك ولاجئ. بالقوات الام ومو يخرجوك من دارك بالسيف عليك، مازالوا شوي نحيولك خشك. هنا في هاك في الجزائر، هاك في بلادك. شوفوا عينيكم. ولاية الطارف، دائرة الدرعان، بلدية شبيطة مختار، هاكم تشوفوا في الناس وش قاعد يصرى فيهم. شوفوا انتم بعينيكم، مش انا نحكي لكم. خاوتي شوفوا لاجئين في بلادنا، وبيدين فيه بنات وصبايا. طبعا هذا الوضع تلقاه في تيبازا كما شفنا في بلدية حمر العين، تلقاه في الطارف، تلقاه في سكيكدا، تلقاه في وهران، تلقاه في بشار، تلقاه في الجلفة، تلقاه في عين الدفلة، تلقاه في البويرة، وهكذا في العاصمة. يهدموا الناس ديارها، وكانت قامت ضجة رهيبة قبل عام، وخرج تبون لما شافوا ضجة كبيرة شعبية قال أنا لم أأمر بالهدم، ورانا يعطينا تعليمات ما يهدموش للناس بيوتها، لازم يشوفوا يلقوا معهم حلول، ولازم مستمر الهدم، ومستمر أنهم يطيشوا الناس في الشوارع، ومستمر الظلم خاصة في المناطق اللي يعتقدوا أنها ما كانش اللي دافع عليهم. ولذلك أنا أعتز أنني صوت للمستضعفين، وإن شاء الله سأبقى صوت للمستضعفين إلى آخر نفس، للمقهورين، للبسطاء البائسين الذين لا يجدون من يدافع عنهم. كاين أصوات أخرى الحمد لله، لكن هذا مهم جدا، الوقوف مع البسطاء والضعفاء والفقراء، مع كل مظلوم، خاصة إذا كان فقيرا ومستضعفا وبائسا. في الأيام اللي رحنا نجي إن شاء الله الأيام القادمة، لما نوري لكم وراء مساكنين ونديروا مقارنة ما بين هدم بيوت المستضعفين ويطيشوهم، إلى وين يسكنوا كم هائل من الجنرالات ومن الوزراء ومن تبون، راح تشوفوا كاين البعض مش راح يصدق، يشوف باللي هادو بلابيسين وهادو فيلا مرات ار بليس دو ار بليس تروا كما يقولوا، وتاع الحكومة يعني تاع الشعب تاع البلاد يعني تاع الخزينة العامة، ماهيش حتى تاع املاكهم في الغالب يعني. أما هذه فصراحة يعجز اللسان أن يقف أمامها يعني. حالته لا إله إلا الله. هذه في الأغوار. ما نحكي لكمش، الحمد لله ربي إن شاء الله يصبرنا وخلاص. وش نقول لكم؟ جهات مختصة جزاكم الله عنا كل خير. أروحوا شوفوا هذا الإنسان من باب الإنسانية، أروحوا ديروا معاه حل،
روحوا ديروا مع حل. لا اله الا الله. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير. روحوا ديروا مع حل. راني حاب نصور لكم وجهه فقط، مانيش حاب نصور كاع الجسم نتاعو. الله يحفظكم اللي راه يتفرج اللايف، يبارطاجيه يبارطاجيه حتى يمشي هذا الفيديو. الله يجزيكم خير، والله قحاله. لا اله الا الله. ابصروا راه الشمس، رانا عبد رانا عاد ستاد هذا تاع مينيسيبال مقابل لابوست، هذا تاعو راه مقابل لابوست. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير. ارواحوا ديروا له حل يا الجهات المعنيه، يا الجهات المختصه، يا ناس الاقوى. احنا والله ما عرفنا واش نديروا. المخلوق هذا كارثه وخلاص، كارثه بكل معانيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا راه انسان راه حي، راه يرزق، راه يتنفس، فيه كاع الاسماه. شوفوا حالته كيف داير. راه في مقبره عرمان، ها هي وين، في وسط مدينه الاخوان. واش نزيدوا فوق هذا؟ ديروا معنا يا ناس، بارطاجونا هذا اللايف، واللي يعرف كجهات مختصه يتصل بهم، يتصل بهم. جزاكم الله خير. هذا مقطعين يديه ورجليه، ما عندوش رجليه وما عندوش يديه. لا نعرف كيف، الفيديو ما يقولش. رمي في الشارع في مكان مزبلة تقريبا، يعني في مكان، برغم أنه المكان اللي ذكره طبعا رجع لي ذاكرتي لطفولتي، يعني المكان تقريبا الآن يكون في وسط المدينة، يعني مش بعيد عن وسط المدينة، يعني في بجانب الوسط المدينة. يعني شخص حي، ما ماراش في حرب، ما ماراش في زلزال، ما ماراش في النيران شاعلة ولا، ومرمي تحت درجة حرارة في هذا الوقت الأغواط هي ما بين 40 و50 درجة. يعني كي يبرد الحال في الأغواط هذا في هذا الشهر هو 40 درجة، والمتوسط هو 45 درجة. تخيلوا كيفاش الناس ما تثورش على اشياء مثل هذه، كيفاش الناس ما تغضبش. طبعا الغضب راه يتعاظم وراه يكبر وراه يزيد كل يوم اكثر. هاد العصابات ما راهيش فاهمه، راهي الارض كلها راهي تتزلزل في البلاد من تحت لتحت، والانفجار راه قادم. هاني نحذرهم هاد المجرمين، احنا مش حابين انفجار، احنا حابين تغيير سلمي، لان الانفجار عنده توابع اخرى وعنده كوارث اخرى. لكن راهي الناس لما توصل الى حد معين خلاص ما توليش تشوف. هذه عين طايا العاصمه، هاي احسن منظومه صحيه. السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مستشفى عين طايا استعجالات الاطفال، ما فهمتش واش صرالو، علاش ولا هكا؟ غياب الصيانة، سيرفيس مغلوق، والله غير اللي عندكش معلومة بورتو راهم يخدموا، راهم يستقبلوا في المرضى. يعني كي تشوف فقط الكراسة اللي قاعدين عليهم الناس، يعني تقعد على هذا الكرسي تمرض، ما تحتاجش انك تجي مريض، يعني فقط تقعد على الكرسي هذا يا مزبلة. والله ما يجوز حتى انه يترموا في مزبله، ولا واحد يجي يديهم، ولا يقعد يعني مزبله في مستشفى. هذه عين طايا، نتكلموا على العاصمه. بكل اسف والم في هذا الوقت، والله خلنا نخلوها الجزء الثالث، هذه تاع التغييرات تاع القضاء والبوليس وراهم رايحين الى اخره، خلوها للجزء الثالث باش نتحدثوا على معطيات أخرى. طبعا أمس أصدروا حكم على أخونا إبراهيم الإعلامي ب8 سنوات، برغم أنهم قالوا أنهم أسقطوا عليه الجنايات، لكنها جنح فقط. الجنح المفروض ما تفوش 5 سنوات، هذا لما نكونوا في بلد قانون يعني. لكن كما قال إبراهيم الإعلامي للقاضي المجرم الذي حكم عليه، ونتمناه أن الناس يعطونا أسماء هؤلاء القضاة المجرمين، أقل شيء فضحهم، في انتظار محاكمتهم إن شاء الله، في انتظار ينتصر الشعب ويحاكمهم محاكمات عادلة وليس محاكمات كما هم محاكمة التليفون.
إبراهيم الإعلامي يقول لقاضي، يقول للقاضي اللي كان يحاكم فيه: رفضت بيع وطني كما يبيعونه العصابات ويمدوا أموال الشعب كجزية، فإذا بهم يتهمونني ببيع المخدرات. إبراهيم الإعلامي لا يبيع مخدرات، إبراهيم الإعلامي حر من أحرار البلاد، من اللي يدافعوا على المستضعفين. هو عاش حياة ظلم وفقر واستضعاف، وحمل في قلبه، حمل فكرة التغيير، العدل، الإنصاف. دولة مدنية مش عسكرية، ينتقمون منه انتقام شديد. عرضوا عليه 5 ملايير سنتيم، قالوا له هذا مقدم فقط في بداية الحراك، ولعلكم راكم شفتوها وريتها لكم مرة أو اثنين، ويقولوا له هذا مقدم، وتخرج تسب فلان وفلان وفلان، وهذا ما كان، وتقول باللي هما اللي أمرونا باش نديروا الحراك. نحن لم نأمر الناس نديروا الحراك، نحن شجعنا الناس، وقفنا مع الناس، لأن الحراك في الحقيقة هو أفضل بديل حتى لهذه العصابات اللي راهم مسجنين بعضهم، واللي راهي مئات الضباط راهم في السجون، مئات منهم أقل شيء 35 جنرال، وعشرات العقداء، وعشرات المقدمين، والرواد، ورتب. هذو اللي احنا متأكدين منهم بالأسماء يعني. الحراك جاء في الحقيقة لإنقاذكم من قذراتكم وخصوماتكم وصراعاتكم واغتيالات بعضكم بعض وسجن بعضكم بعض. الحراك جاء لإنقاذكم وإنقاذ البلاد وإنقاذ الشعب، لأن الشعب هو الأصل. نحن لم نأمر أحدا بالحراك، لكني أعتز أنني من الذين حرضوا على الحق، حرضوا على رحيل الجنرالات والوجوه البائسة اللي تمثلهم، حرضوا على الخير، حرضوا على إنقاذ البلاد. البعض اللي راهم حاربونا في 2019 راهم الآن يتمناو لو كان سمعوا واش كنا نقول لهم. نهار اللي فر بنويرة تواصل معي، بالرغم انه ما قاليش شكون هو، لكن جا باش يتواصل معايا انا لانه يعرف الحقيقة. بنويرة طبعا كان مع القايد صالح، كان هو الاصل، قايد صالح كان هو الصورة، وكان مع ابو عزة وسيني، وكانوا شنوا علينا هجومات عنيفة جدا، واستخدموا الذباب، واستخدموا مثل ما يفعل الاخرين الان. لكن عندما جاء باش يتصل، اتصل بي لانه يعرف المصداقية، يعرف الثقة، يعرف الحقيقة، يعرف أننا نريد خير للبلاد. لم يتصل ما بأذنابهم أو أمثالهم أو بمعتوه برمنغهام أو بجوزيف أو باللي كانوا يقدسوا القايد صالح، لم يتصل بمجموعة كبيرة كانت تقدس القايد صالح. لماذا؟ لأنه يعرف الحقيقة، لأنه يعرف الحقيقة. هؤلاء أيضا يجي وقت ولو يبحثوا كيفاش ربما ندخلوا لهم عند الناس ولا عند الشعب ولا باش بلك ينقص عليهم، لأن ما رمش يشوف فيها، لكن الناس كل من عنده بصيرة راه يشوف بأننا رانا على أبواب انفجار عظيم، رانا على أبواب انفجار عظيم. إذا تجاوز نوفمبر راهم يكونوا محظوظين يعني، لأن الأوضاع راهي كل يوم تبلغ حدود غير مسبوقة. لما الناس تعطش في هذا الصيف عطش رهيب، لما الناس تقطع عليها الكهرباء، الحمد لله لعل البارح واليوم بدأت تخف شوية درجة الحرارة، وربما الأيام القادمة تكون أخف، لكن الناس مرت عليها 3 أسابيع 4 أسابيع جحيم جحيم، نتيجة لسوء الإدارة، مش فقط للمناخ. المناخ الناس اللي عندها الإمكانيات، عند مكيف، عنده الفريجيدار، عنده الكونجيلاتور، عنده أشياء من هذا اللي تخفف من وطأة المناخ اللي هو طبيعي وراه في أكثر بلدان العالم. لكن عندما يقطع عليك الماء ويقطع عليك الكهرباء، حتى عندك كليماتيزور ولا عندك فريجيدار ولا عندك، راك تعيش في الجحيم. بيوت الجزائريين كلها أصبحت سيترنات، كلها أصبحت تاع الماء. كاين اللي ربما راهي بيوتهم كاش نهار تنهار عليهم، لأن فوقها الريزرفوار تاع الماء.
والجزائريين الأغلبية الآن محظوظين جدا اللي يجيهم الماء مرة كل ثلاثة أيام. الأغلبية يجيهم مرة في الأسبوع. كان لي يكسبوني يقولوا لي والله غير بالشهر باش نشوفوه. وكاين في المعدل هو في الأسبوع. ويتضاربوا الجيران وتصرى مشاكل وهذا راك نقصت عليا وهذا طلق الماء وخاصة مع الناس اللي في الشقق إلى آخره. والناس تشري في السيترنات والسيترنات تضاعفت أسعارها. والماء تاع الشرب اللي في البلاستيك تضاعفت أسعاره. يعني الناس نسات الحليب ونسات ارتفاع الأسعار تاع القهوة ونتاع مواد كثيرة جدا. أصبح الماء اللي بدونه ما فيش حياة. في بلد ينام على واحد من أكبر الاحتياطات المائية في العالم. ناب فراتيك هذه كما تسمى مياه الجوفية. تقديرات أنها تدور في حدود 800,000 كيلومتر مربع. تحتها يعني بحر. ثلث مساحة الجزائر تقديرات تقول. والتقديرات تقول أنها يكفي لاستهلاك الجزائر لو ما طيحش قطرة مطر يكفي حوالي 3,000 عام. مع ذلك ما فيش. وقايمين بعملية نتاع ما يسمى بتحلية مياه البحر اللي هي أصلا لما يحل الماء هذاك يبقى صامت يعني. لكن في أموال لأن فيه نهب لأن فيه شركات وفي تحويل أموال رايحين لي 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 إذا سمحتوا لي إخواني كنت أتمنى على المساعدة أن يبعث لي الأخ اللي من بجاية اللي كان تكلم مع الوالي والي بجاية على الحرائق. فإذا به يهدوا الوالي وهو اسمه موالك قادة موالك أو هذا اللي حط الموقع موالس قادة والي ولاية بجاية موالس قادة هذا لوالي ولاية بجاية. ماذا فعلتم قبل كارثة حرائق الغابات؟ فربما كان يمكن تفادي حصول الكارثة. للأسف مانيش عارف ما الفيديو اللي كنت شفته لكن مش عارف إلا المساعد راه عنده يبعثولي. هذا هو الأخ وهو في العشرينات من عمره على ما يبدو وهو عضو في المجلس الولائي وكان تحدث مع الوالي وقال له لما الوالي بدا يدير في البروباغندا في بجاية قال له طيب واش درتوا قبل؟ يعني درك تقول انا درنا وعملنا الى اخره. قال له نفترضوا يعني مع ان كلامه كان مؤدب يعني قال له نفترضوا انه درتوا هذه الاشياء الى اخره لكن قبل لانه محق غوفرني سي بريفوار ان تحكم يعني ان تتوقع. فها هو يقول لك والي ولاية بجاية يقوم بتقديم شكوى ضدي اللي هو هذا موالس قادة لأنه فقط راح له سؤال. هذا راه من الاستثناء فيما يسمى بالمنتخبين في الولاية والبلديات وهما الأغلبية منهم ماشيين تحت الحيط. الأغلبية فيهم جبناء. هذا الأفضل فيهم هم جبناء ويحبوا يقضوا صوالحهم إلى آخره. لكن كثير منهم متورطين في الفساد متورطين في النهب وشادتهم المخابرات الإرهابية بملفات وإلا ما كانوش يفوتوا كنواة في بلدية أو نواة المنتخبين بلديات أو الولايات مرة يفلت لهم واحد أو اثنين. فبمجرد أن يطرح سؤال أو يحتج أو تقوم القيامة عليه. هذون يجيك بعض الناس بدون ما نقول حتى وصف يجيك يقول لك هاو هنا ربي يرحم اللي ماتوا هاو يتكلم. ما نقولش نحتسبهم عند الله شهداء بل هم شهداء وعد من الرسول عليه الصلاة والسلام.
الكارثه هي فينا حنا. غدوه يوم القيامه راح يوقفونا هذا، سيقفون لنا خصوما، وسيقف هؤلاء الرضع والاطفال خصوما امام الله علينا. معليش، ربي يرحمه وربي يهدينا. كذلك سيد الوالي اصبح وانت تهضر على الاجراءات اللي قمت بها خلال الحرائق ولا بعد الحرائق، معليش انتم مشكورين وبارك الله فيكم والله يجازيكم وربي يرزقكم واش تمنوا، بصح كل اللي وجدته لتفادي ما نقولش تفادي الحرائق، لانه الحرائق هي ظاهره طبيعيه يستحيل تفاديها في كل دول العالم. واش درنا ولا واش درتوا، لانه ما نقدر ندير انا والو، واش درتوا باش نتفاداو الكارثه اللي صارت في توجة، ونفس الكارثه ربما راح تعاود تصرى، ونفس الكارثه ربما راح تصرى العام القادم، ونفس الحكايه ستتكرر، ونجتمعوا ونبداو نتباكاو ونقولوا يا ليتنا فعلنا. الامور دائما نفسها. سيد الوالي، تم انهاء مهام مدير محافظه الغابات على اساس انه ما خدمش خدمته، معليش هو قرار مليح، بصح في هاد لابيريود كي كان في بجايه وحنا على بالنا ما خدمش خدمته، واش كنتو ديروا نتوما؟ المجلس الشعبي الولائي واش كان يدير كهيئه رقابه؟ السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي نغيم كي كان يزمر اقاده، كان يزمر يوسوس لعامات اللي ما تخدم الخدمات، ام يسترطق انهاء المهام. اوي العالي العالي. نقطه اخرى، السيد الوالي حب يقول باللي السبب ماشي مفرغة بور 14، السيد الوالي واش قال؟ قال كاين اصوات تريد خلق البلبله على انه الحريق ما بداش في بور 14. السيد الوالي انا نقول لك كاين شهادات من ابناء المناطق المتضرره، وكاين تقارير صحفيه تثبت هذه الشهادات باللي النار بدات في بور 14، بدات في بور 14 ومشات، ونعطيك على شحال الساعه، على 10 تاع الصباح، وسينيالاوها لي سيتوايا، وكاين تقارير صحفيه في جريده الوطن، روح لجريده الوطن في 29 والبروب راهم كتبوا. لا راني نهضر لك تقارير صحفيه، ما تهددنيش السيد الوالي، راني نهضر لك كاين شهود ونقلد هذه الشهود تقارير صحفيه ونتحمل مسؤوليه ما نقول. التقارير الصحفيه تاع 29 و 30 جوا ماشي تلمازوج جويليه، ماشي تلمازوج تهددني بلا جيستيس. السيد الوالي انا راني منتخب من الشعب، راني مثل الشعب وعندي ضمير. السيد الوالي ماشي تهددني تقول لي عيطوا لك شاهد، عيطوا لك، لا لا لا، كاين تقارير صحفيه، كاين صحفيين هضروا، كاين جو صحفيين داروا تقارير، عيطوا لهم قولوا لهم جي انا تقدروا لي انا بركه، انا راني مواطن بسيط لا حول لي ولا قوه، 29 سنه في عمري دير لي زعما تهددني زعما بالعداله، نجي شاهد، نجي شاهد، نجي شاهد ونقول نائب العام ها هي الصحافه واش قالت، يعيط للصحفيين نورمال، واش نخاف؟ نخاف من ربي سبحانه. السيد الوالي وعلاش لماذا كل تخاف من ربي سبحانه؟ هذه ما تعجبهمش اصلا، هذه لازم تخاف من المخابرات الارهابيه، لازم تكون جبان. واصلا هما مغلطوا شافوك وتقول لهم ويوم القيامه ربي يسالنا ومانيش عارف، هذه ديجا انت راك جبت لهم واحد الاسلوب هكذا بالنسبه لهم، الا ما دارلكش تهمه الارهاب راك مليح. هذه وحده. الحاجه الثانيه، مسكين اخونا هذا قدا قال لهم، يعني قال لهم وحنا عارفين هذه الحرائق طبيعيه، يعني باش يهرب باش ما يقولولوش راك تتهمنا بالحرائق ولا، قال لهم احنا حرائق طبيعيه، معناها راهو اصلا شغل ما باش يبعد برك يهرب من الامر. الثالث، انتقاد طبيعي جدا لواحد منتخب يسال في الوالي، الوالي يتصرف كانه ترامب بايدن، مع انه بيروقراطي صغير يعني، ومع انه اخر حنش في بجايه يقدر يتليفوني له ويمسح به الارض، لكن لان هذا مواطن كما قالوا انا مواطن بسيط راني ندافع على الناس، الوالي هدوا وبالفعل هدوا بالقضاء وهو رفع عليه قضيه. ولذلك انا نقول لاخواننا في بجايع واخواننا اللي ينتخبوا هذا ما تخلوش الاحرار يتحقروا، ما تخلو ربما هذا حتى مانيش عارف اذا كان مع الحراك ولا ما كانش ولا ربما بصح فقط يدير في حد ادنى، ما تخلوش اللي يدافع عليكم ولا يدافع على الحق يتحقر، خاطش من بعد هذا هو المقصود، يحبوا يمدوا كل واحد يدافع على هذا الشعب يديروه مثال يخوفوا به الناس الاخرين. انا عارف يقدر يخرجوا الاخ هذا بالذات ويسبني، هم داروها مرات كي ندافع على اخواننا هكذا، بصح انا هذو نسامحهم ما عنديش مشكله معهم،
لاني عارف مرات يديروا لهم ضغوطات رهيبه، لان مدى وصلتني وتكلمت عليها انايا تولي بالنسبه لهم قضيه كارثيه يعني. لكن الفكره اللي نقولها هنا، سواء هذا الموضوع صرا في بجايه ولا في الجلفه ولا في تمرست ولا في اضرار ولا في عنابه ولا في وهران، ولا ما تخلوش الناس اللي دافعوا عليكم يتحقروا ويتظلموا ويدخلوا السجون وانتم كلي ما هذه راهي هذه هي اللي من بعد تجيب الانفجارات والكوارث، لانه تغيب تلك الاصوات اللي كانت تحب تحل المشاكل بالهدوء، تحب تحل المشاكل فقط بالانتقاد بالسلميه الى اخره، والطبيعه لا تقبل الفراغ. اذا غاب هؤلاء الناس يجوك ناس واحد اخرين. كما قلت هذا ما تحدثش على يعني تحدث فقط على سوء الإدارة إلى حد ما. يعني الحقيقة أن هناك أدلة كل يوم تثبت، وكل ما نتكلم مع بعض خاوتنا أو يرسلوني نساء أو رجال، بالمناسبة يعني كان يرسلوني وكان نساء يرسلوني يقولوا لي باللي الحراك كانت متعمدة، وهاو الأسباب وهاي الدواعي لكابسيل لقى واحد المواد كل مواد صفراء هكذا ما بين صفر وابيض، لقاو اشجار تحرق في الفوق ما تحرقش من التحت، النار تهبط ماشي تطلع، في بعض الاماكن كانت النار تهبط، نيران دائما كما نعرفوا تطلع ما تهبطش، كاين بعض البيوت تحرقت من الفوق لكن التحت ما كان حتى مشكل. الناس اللي ماتوا اكثرهم ماتوا تفحما، تفحموا، بينما نعرفوا أنه كثير من الناس اللي يموتوا في أماكن أخرى يموتوا من الاختناق، اللي ماتوا في 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 إيطاليا أو في نفس الوقت اللي كانت تجري فيه الحرائق ماتوا بالاختناق، إحنا ماتوا حرقا. النار في الغالب بدأت من 3 تاع الصباح وروح طالع 3 الربع 5 تاع الصباح والناس نيام، فهذا كله إشارات أن في الحقيقة جزء من هذه النيران كان إجراميا، مثل ما كانت نيران لـ 2021. هذا العام نقلوها في 2021 كان مقرها تيزي وزو، ومست بجاية، مست سكيكدا، ومست جيجل، ومست عنابة، ومست طارف إلى آخره. العام هذا مقرها بجاية ومست أماكن أخرى، البويرة، الأخضرية، جيجل أيضا، المدية إلى آخره، يوسعوها شوية. إذا سمحتوا لي نمضي إلى النافذة الدولية. النافذة الدولية نبدأها بهذا الملف. هذا جزء من مظاهرات والاحتجاجات التي شهدها النيجر. هنا كان أمام السفارة الفرنسية بالنيجر وأحرقوا أجزاء هائلة منها، أحرقوا السيارات أيضا، سيارات السفارة أيضا،
واحتجاجات ومظاهرات، هذا أيضا جزء من المظاهرات. شوفوا العالم الروسي حتى العالم الجزائري. هذه تاع العالم الجزائري تبون الان يعود يبكي، ومش مستبعد في الحقيقه يكونوا داروها رواسه او حتى داروها نيجيريين، يعني كي نقول رواسه يعني الناس اللي يخدموا معاهم النيجيريين او نيجيريين عاديين يعتقدون ان الجزائر كما كانوا يسمعوا بها جزائر الثوره او جزائر كذا فرفدوا الاعلام يعني. لكن هذه دير قلق للعصابه، لان العصابه ماذا بها؟ ما تغضب الراعي، ما تبكي الراعي، ما تغضب الذيب، لازم تحكم كلش دائما من الوسط الى اخره. الملف في مجمله، هناك غضب رهيب وشديد من فرنسا واحتجاجات هائله وتصاعد في اللهجه، ولكن تصاعد في اللهجه من الجانبين. ولكن حتى اذا كان، قبل ان نمضي في الملف النيجيري، اذا كان الملف النيجيري لا يكفي، فان انفجر وضع اخر في بلد شهد العام الماضي، شهد حرب أهلية قاتلة قتل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، وهو أثيوبيا. في أثيوبيا فرضت حالة الطوارئ في إقليم أمهرة، وقد شهد هذا الإقليم اشتباكات هائلة ما بين الجيش الاتحادي كما يسمونه وميليشيات محلية. وإقليم أمهرة هذا من أخطر وأقوى الأقاليم، ولكن نتيجة للصراع الصراع القبائل والإثنيات هناك تم استبعاده. إقليم أمهرة هذا كان دائما يجوا منه حكام إثيوبيا. هذه المرة هذا أبي أحمد ليس من إقليم أمهرة وليس أيضا من تيغري، ولذلك كان قام بحرب ضد تيغري وقتل في هذه الحرب عشرات الآلاف من الجانبين وعشرات الآلاف من المدنيين. إذن وكأن المنطقة تحتاج نقطة تفجر أخرى، فإذا بها تتفجر في أثيوبيا، مما يجعل الآن أن إذا توسعت هذه القضية في أثيوبيا فإنها تنضم إلى السودان وتنضم إلى النيجر وإلى تشاد اللي فيها أيضا كوارث، وإلى بوركينا فاسو، وإلى الكاميرون ونيجيريا اللي فيها أيضا مشاكل كبيرة، وإلى مالي، وإلى السنغال اللي فيها أيضا مشاكل، يعني موزمبيق، زاير سابقا، الكونغو كينشاسا، كل تقريبا تنحي فقط بعض البلدان اللي معقول حالها. كل افريقيا شبه، يا اما الوضع شبه متفجر يا اما متفجر. إذن وشنو راهي الاوضاع هناك؟ الاوضاع هناك يعني في هذه الساعات، ربما الان هذه الليله ينتهي التهديد اللي كانت وجهته منظمه الاكواس. منظمه الاكواس كما سبق وأشرت هنا تتشكل من 15 دولة، وهي من دول غرب إفريقيا، وهذه الدول أساساً هي غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، السنغال، سيراليون، بنين، بوركينا فاسو، غانا، ساحل العاج، النيجر ونيجيريا والتوغو والرأس الأخضر. وعدد هؤلاء، عدد السكان 350 مليون، يعني عدد معتبر. وأيضا تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 5 ملايين كيلومتر مربع، أي تقريبا سدس مساحة إفريقيا. هذه المجموعة، مجموعة أكواس، كانت اللي تقودها نيجيريا هي أقوى هذه الدول هنا، واللي معها أيضا السنغال، كانوا متحمسين جدا وغاضبين جدا من الانقلاب، وهدوا بأنه إذا لم يتراجع الانقلابيون عن الانقلاب، ويعيد محمد بازوم الرئيس الذي تم ضد الانقلاب، إذا لم يتراجعوا في خلال أسبوع فإن حربا ستبدأ ضدهم. كان هذا قبل أسبوع، كما قلت اليوم في نهاية اليوم تكون انتهت هذه المهلة. هذا الموقف اللي سندته فرنسا بقوة، وعموما سندوا الاتحاد الأوروبي على استثناء إيطاليا اللي وقفت علنا ضد هذا الموقف. إيطاليا هي البلد تقريبا الوحيد اللي عنده موقف أوروبي مختلف عن الاتحاد الأوروبي وعن فرنسا. هذا الموقف اللي اعترضت عليه روسيا،
اعترضت عليه بعض البلدان، اعترضت عليه ايضا العصابه عندنا، وحسنا فعلوا على قضيه التدخل الخارجي. اذا بدا هذا الموقف الان، بدات هذه مجموعه الاكواس في وضع سيء، لانها اذا نفذت تهديداتها، ثلاث اعضاء منها اللي هي مالي، بوركينا فاسو، وغينيا كوناكري، هذه الدول قالوا بانهم ضد التدخل، ثلاثة من هؤلاء الـ 12، دولتين تقريبا شادين العصام الوسط، وعشر دول اللي تبعوا في نيجيريا والسنغال. إذا نفذوا التدخل فإن مالي وبوركينا فاسو بالذات، الانقلابيين هناك، بوركينا فاسو أيضا كان وقع فيها انقلاب، ومالي أيضا، وغينيا كوناكري كلها يحكمها طغم عسكرية، هذه المالي وبوركينا فاسو قالوا أنهم سيقفون مع الجيش النيجيري، بمعنى أن قد نشهد حرب أهلية ما بين الأفارقة، ما بين اللي ضد الانقلاب واللي مع الانقلاب. إذا لم ينفذوا تهديدهم فيبدو أن التهديد وكأنه كلام فارغ، مما يفتح المجال إلى انقلابات أخرى متوقعة، خاصة في تشاد، ولكن أيضا في الكاميرون، ولكن أيضا نيجيريا ذاتها ممكن يحدث فيها انقلاب، ونيجيريا إذا حدث فيها انقلاب كارثة كبرى، لأن نيجيريا لا تعاني فقط من المجموعات مثل بوكو حرام ومجموعات أخرى، ولكن أيضا نيجيريا دائما فيها مشاكل ما بين المدنيين والعسكريين، اللي في اعتقادي راح يكون موقفه حاسم هي الولايات المتحدة. لحد الآن الولايات المتحدة تأخذ موقف مع إعادة الشرعية، مع إعادة محمد بازوم، مع إعادة الرئيس، اللي بالمناسبة أمر مستغرب جدا، ما زال عنده تليفون، وما زال يتصل به زعماء العالم، وما زال يجري حوارات آخرها مع الواشنطن بوست أمس، فجد هذا أمر غريب جدا، يعني أنه قاموا عليه بانقلاب بصح مخلي له تليفون، فهذا يبدو غريب جدا، لا أعرف لماذا، هذه أول مرة نشوفها يعني في انقلاب يبدو راح يكون يسموه الانقلاب على الطريقة النيجيرية. إذن الموقف الأمريكي لم يصنف لحد الآن ما وقع بانقلاب، لأنه كما قلت المرة اللي فاتت في اللايف السابق، إذا قال أنه انقلاب تبدأ مجموعة إجراءات تقوم بها الولايات المتحدة، بما فيها قطع المساعدة العسكرية، بما فيها قطع الاتصالات، بما فيها مجموعة خطوات. الولايات المتحدة لا تريد أن تفعل ذلك لأسباب متعددة جدا، أهمها أن في النيجر لديها قواعد عسكرية معتبرة، خاصة قواعد تاع الدرونز، عن طريق درونز هذون طائرات بدون طيار تقوم بقصف ما تسميه الجماعات الإسلامية، سواء كانوا صح جماعات إسلامية أو غير إسلامية، اللي تقول عليه أمريكا إرهابي تقمعه تقصفه، سواء كان صح أو مش صح، سواء كان من جماعات المتاجرة أو الجماعات الإجرامية أو حتى الجماعات الاستقلالية، أو إذا قالوا عليك راك إرهابي يقصفوك. إذن عند هذه النقطة. النقطة الثانية، الولايات المتحدة عندها أن الصين تتوسع في إفريقيا، وهي إذا خرجت من النيجر اللي يقع في وسط إفريقيا تقريبا، يعني تخرج من مكان استراتيجي جدا في المعركة مع الصين، والولايات المتحدة استراتيجيتها القادمة كلها هي مش مع روسيا، روسيا ستنتهي منها في أشهر، على أقصى تقدير سنة سنتين ستخرج روسيا، حتى لو انتصرت عسكريا بين قوسين ستخرج بهزيمة استراتيجية. معركة مع من؟ إذن مع الصين. فهي الولايات المتحدة لا تريد أن تصنف هذا الانقلاب حتى لا تخرج من النيجر وتترك المكان للصين. الأمر الثالث، في النيجر يوجد 5% من يورانيوم العالم يوجد في النيجر، ناهيك على مواد أخرى ومعادن أخرى أيضا ثمينة، وهذه 5% إذا خرجت الولايات المتحدة الآن تديها فرنسا، 5% اللي هي تشكل تقريبا ثلث، ما بين الثلث والربع ما تحتاج فرنسا من يورانيوم. أوكسفام وهي منظمة خيرية تقول أن من كل 3 لمبات تشعل في فرنسا، يعني لا رك موجود في فرنسا الآن وعندك 10 لمبات، 9 لمبات في الدار مثلا، أو 9 أجهزة، فعرف أن 3 منهم يتغذوا من اليورانيوم اللي جاي من النيجر. إذا الولايات المتحدة
فرنسا خلاص القطيعة بينها وبين الانقلابيين، انقلابيين يهدوا فيها وهي تهدد فيهم، وقطعوا العلاقات، الانقلابيين قطعوا العلاقات مع فرنسا، ألغوا الاتفاقيات، فرنسا رفضت ذلك وقالت من أنها ربما المساعد يبعث لي التدخل نتاع الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية اللي دخلت قبل قليل، وقالت بأنهم لا يعترفون بإلغاء الاتفاقيات لأن يجب أن يكون نظام شرعي باش يلغي هذه الاتفاقيات. إذن الخصومة تكبر مع فرنسا. الولايات المتحدة موقفها إذن أصبح خطير، إذا وقفت وقالت أنه انقلاب سيجب أن تساعد إيكواس على الإطاحة بهؤلاء، لكن إذا دخلت الإيكواس في حرب مع هؤلاء الحرب ستتوسع. وبالنسبة للولايات المتحدة الجماعات الإسلامية كما تسميها ستتعاظم، والصين سيصبح دورها أكبر، والروس سيصبح دورها أكبر، وربما حتى الأتراك والهنود اللي راهم دا يدخلهم أيضا إفريقيا. إذن معنا النيجر، ربما في الولايات المتحدة ربما تلقى من كل 100 أمريكي يعرف واحد وأين يوجد النيجر، مش معروف على الساحة الأمريكية، ما هوش أفغانستان ولا فلسطين ولا الكيان الإسرائيلي ولا السعودية ولا حتى ليبيا، بلد مش معروف، لكن يصبح الآن ذو أهمية استثنائية للولايات المتحدة نتيجة للقطيعة، لأن فرنسا يتم طردها الآن، طردت من مالي، من غينيا كوناكري، من بوركينا فاسو، من إفريقيا الوسطى، وبقى لها النيجر، وبقيت لها شوية السنغال والكاميرون وبعض البلدان خاصة السنغال. إذا طردت من النيجر ففرنسا تكون تقريبا خسرت حوالي 70% من نفوذها السابق في هذه البلدان. الولايات المتحدة تريد أن ترث فرنسا دون أن تبدو أنها ترثها، ولكن خاصة تريد أن تواجه الصين والدول الأخرى، لكن الصين أساسا. لذلك الموقف الأمريكي متأرجح ما بين انتقاد الانقلابيين، الطلب منهم لإعادة الحكم المدني، وأيضا في نفس الوقت لم يسموا الانقلاب انقلابا. طيب بالنسبة لفرنسا، صراحة أنا لا أخفيكم يعني رأيي الخاص، إخراج فرنسا من إفريقيا هذه ضرورة، هذه واجب على الأفارقة. فرنسا قوة استعمارية مش قوة خيرية، لكن طبعا التفكير ما لازمش يكون لفرنسا فقط، كل القوى الاستعمارية يجب أن تخرج من إفريقيا، لكن أخطر قوة وأبشع قوة، بريطانيا كانت هي أيضا قوة استعمارية في إفريقيا، لكن بريطانيا تقريبا خرجت من إفريقيا وأصبحت الولايات المتحدة بديل لها، وأيضا بريطانيا ما عادش عندها ذلك الهمجية الاستعمارية مقارنة بالفرنسيين، لأنك الآن تقريبا لا تكاد تسمع ببريطانيا كقوة استعمارية، الناس الأخرين مرتبطين معها في الكومنولث إلى آخره، وهم بريطانيا الآن راح عندها قلاقل إلى درجة أنها تخشى أن تقطع منها اسكتلندا. يعني قبل 6 سنوات ولا 7 سنوات جرت انتخابات، كادت اسكتلندا أن تقطع من المملكة المتحدة UK، وما زال الاسكتلنديين ما زال عندهم جزء تقريبا نصف الاسكتلنديين يريدون الاستقلال الانفصال عن بريطانيا، ناهيك عن مشاكلها الأخرى. فرنسا أيضا عندها مشاكل داخلية كثيرة جدا، لكنها عندها همجية في الاستعمارية مستمرة، ولا فرنسا أفريك، ولعلي تكلمت هنا عدة مرات على سنوات وأنا نتكلم على لا فرنسا أفريك، فلا فرنسا أفريك هي واحدة من أخطر الكوارث في إفريقيا، إذا مش هي أخطر كارثة في إفريقيا. لا فرنسا أفريك ما هي؟ هي شراء ذمم الحكام، ربطهم بفرنسا، جعلهم وكلاء لفرنسا، ولذلك فرنسا هي رابع دولة أو خامس دولة في الاحتياطات في الذهب في العالم، وهي ربما ليس لها منجم واحد من الذهب. من أين يأتي الذهب؟ من إفريقيا على سبيل المثال. في فرنسا أيضا تفرض ضرائب، فرنسا فرض لفرنسيفا،
فرنسا يجب أن 12 دولة إفريقية أن تضع أجزاء من أموالها في الخزينة الفرنسية، وفي الغالب فرنسا تتدخل في من يحكم هذه البلدان الإفريقية. ولذلك حديثهم على أنهم ضد الانقلاب وهذه حكومة ديمقراطية، هذا مش صحيح. نعم الانقلاب وقع على حكومة منتخبة، هذا صحيح، لكن فرنسا ما بهاش الحكومات المنتخبة. الدليل السيسي على من دار الانقلاب، على حكومة منتخبة، لكن ما كانتش على هوا فرنسا، فمشات مع السيسي ودعمت السيسي وفتحت له أبواب وإلى آخره. في فرنسا الانقلاب إذا كان ضد مصالحها تقف ضده، إذا كان مع مصالحها تصفق له. إذن مرة أخرى المكيالين والميزانين، لكنها تزعم فرنسا أنها ضد الانقلاب. إذن الاستراتيجية بالنسبة للأفارقة، ونحن أفارقة، إخراج الاستعمار من إفريقيا، وعلى رأسه الاستعمار الفرنسي. إفريقيا للأفارقة. الآن كاين اللي يخلطوا بين أمرين، بين إخراج فرنسا من إفريقيا وما بين يقول لك نصفقوا لروسيا. هذا يعني الخطيئة بالخطيئة والخطأ بالخطأ. روسيا قوة استعمارية. نعم ما استعمرتش إفريقيا، ما استعمرتش العالم العربي، لكنها تستعمر باسم الاتحاد السوفيتي، استعمرت 14 دولة أخرى، منها أوكرانيا اللي حبت تعاود تكسرها يعني. وما زال داخل روسيا عشرات الجمهوريات، هناك 200 إثنية في روسيا تسيطر عليهم الإثنية الروسية السلافية، اللي هما بوتين ومن يشابهه، و199 إثنية أخرى درجات، كاين اللي مسحوقين خلاص. شعوب بأكملها داخل روسيا تحت استعمار باسم الاتحاد الروسي، مثل ما كان الاتحاد السوفيتي، ودول بأكملها بجانب روسيا تستعمرها روسيا عن طريق عملائها، مثل ما تستعمر فرنسا إفريقيا عن طريق عملائها. إذن لا نستبدل الاستعمار باستعمار، هذا هو أخطر شيء يقع فيه الناس، أنهم مرات يخيروا ما بين هذا وهذا. راهي موسى الحاج هو الحاج موسى، راهي فرنسا الاستعمارية هي الوجه الآخر لروسيا الاستعمارية. لكن لأننا احنا لم نبتلى بالاستعمار الروسي، فبعض قومنا ينظرون إلى بوتين وكأنه محرر. لا، بوتين مستعمر إجرامي، مثل ما كانوا قادة فرنسا مستعمرين إجراميين، ومثل ما تريد فرنسا الآن أن تستمر كقوة استعمارية. بالنسبة للعصابة، عندنا العصابة عندها إشكال، عندها إشكال حقيقي. مبدئيا تصريحات معقولة، مثلا صرحوا قبل يومين قالوا أنا ضد الانقلاب مع عودة محمد بازوم إلى السلطة، وأنا ضد التدخل الخارجي. هذا هو الموقف الصحيح، لكن هل يملكون إمكانيات هذه؟ هل يمتلكون فعلا أن يكون عندهم هذا الموقف؟ هل لديهم القوة الأخلاقية والمادية والعسكرية والسياسية والاقتصادية اللي يكون عندهم هذا الموقف؟ أبدا. أنا شفنا بعض الجزائريين كيفاش عايشين، وهي أغلبية الغالبة من الجزائريين يعانون ويهربون من البلد. إذن كلامهم في الحقيقة لا يؤخذ بالاعتبار. مع ذلك جاءهم مبعوث من نيجيريا اللي عاصمتها لاغوس أو ليغوس بالإنجليزي، جاء هذا المبعوث وقال، تلقاه عطاف ابن الحركي، هذا وزير الخارجية. وأنا عندما أقول ابن الحركي، لو كان جاء ابن الحركي وحبس الثم لا يلام بباباه، لكنه ابن حركي وأكثر من باباه. إذا كان بابا حركي وذبحته الثورة كما قال الخطيب يوسف الخطيب اللي لعب دور كبير في الإطاحة به لما كان وزير خارجية، كان باباه مضر للقرية اللي كان يعيش فيها، للبلدية اللي كان يعيش فيها. أما عطاف
فقد أضر الجزائر كل الجزائر. عندما كان وزير الخارجية وقبلها كان الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية 93-94، ثم أصبح بداية نظام 95 بدأ كوزير خارجية، أضر الجزائر كلها. كان من كبار الاستئصاليين الذين صبوا الزيت على النار في زمن الحرب القادرة، واستمر حتى لما كان سفير هنا في بريطانيا، جاء ما بين 2000 و2003 أو 99 إلى 2003 لما جاء بوتفليقة هربوا، لكن مع ذلك ظلت هناك ضغوطات قاموا بها بعض المجاهدين اللي بقاو، جزء من المجاهدين اللي بقاو، وقالوا له لا، حتى سفير لا نقبله، لذلك أطاحوا به في 2003 وظل مرميا على هامش السلطة إلى غاية 2023 لما جابوه قبل 4 شهور ولا 5 شهور كما تتذكرون. إذن هذا العطاف استقبل مبعوث نيجيري وقال له احنا الحقيقة نحن ماناش مع التدخل تاع الإكواس والتدخل الخارجي، حتى احنا ضد الانقلاب لكننا ماناش مع التدخل الخارجي، ويجب أن يعود محمد بازوم ونحن نرفض الانقلاب العسكري تماما إلى آخره إلى آخره. لكن كما قلت المشكلة أنه لا، العصابة لا تمتلك، ليس لديها الإمكانيات لا الأخلاقية أو نظام انقلابي. هذا من 62 احنا في الانقلابات المتواصلة، وهذا نظام انقلابي، وهذا أخطر نظام انقلابي، لأنه جاء انقلاب والشعب في الشارع. الجزائر من قبل الانقلابات كانت الشعب في داره يتبعها في التلفزيون في الغالب، مع ذا انقلاب 92. لكن هذا الانقلاب جاء ضد إرادة الشعب. الشعب قال ما كاش انتخابات مع العصابات، وقال تبون مزور جابوه العسكر، وقال مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. فهذا النظام الانقلابي يدعو إلى عودة الشرعية في النيجر. لكن وربما هنا ننتقل إلى الجزء الثالث، راح نخلو الوضع روسيا إلى لايف الغد لأن مش راح يكفينا الوقت كثير. في تطورات هناك مهمة لكنها تقدر تنتظر إلى تحليل الغد إن شاء الله. نظام الانقلابي هذا ذهب شنقريحة إلى هناك، ولا خلينا نزيد كلمة فيما يتعلق بالنيجر. إذن راح نرى هل سينفذ الإكواس تهديداتهم، هل سنرى جيوش السنغال متحمسة جدا، والنظام السنغالي كان دائما مرتبط بفرنسا، ونظام نيجيريا اللي مش مرتبط بفرنسا ولكن عنده حساباته الخاصة، والدول الأخرى اللي تابعين لهم، هل سنرى جنودهم وقد دخلوا النيجر غدا أو بعد غد؟ مستبعد، يبقى احتمال لكنه مستبعد. لكن كما قلت الموقف الأمريكي هنا هو المفتاح. إذا أمريكا قالت نعم هذا انقلاب ويلا دخلوا عليهم، ستحدث، سيدخل الأكواس، ليس فرنسا. فرنسا من ليست لديها القوة ولا القدرة ولا الإمكانيات. وبالمناسبة كون تجي فرنسا باش تحارب في النيجر هي لازم تمر على التراب الجزائري أو على ليبيا، ما عندهاش مداخل أخرى. ليبيا مستبعد خاصة في الأوضاع اللي راهي فيها، والحكومة اللي راهي في طرابلس ضد فرنسا، تبقى حكومة العصابة اللي عندنا، سنرى. لكن كما قلت اللي راح يحسم هذا الأمر هو الموقف الأمريكي. إذا قرروا أنه انقلاب ودعموا الإكواس، من غدوة سنرى الحرب في أو الجيوش الإفريقية تدخل النيجر، وتكون الجانبين في شمالي وبوركينا فاسو سيكون مع النيجر، أما الجيوش الأخرى فستكون ضد. سنرى ما يحدث هناك. طبعا هناك جيش مهم في المنطقة هو تشاد، وتشاد النظام القائم هناك هو نظام تابع تماما لفرنسا. هذا مامادو دريس دبي اللي خلف باباه صنعته فرنسا، وشفنا ماكرون آنذاك ذهب مسرعا عندما مات دريس دبي اللي خدم فرنسا 30 سنة خدمها، ذهب مسرعا باش يعين ابنه. ماكرون يعين ابن الذي قتلته المعارضة مسلحة في تشاد، يعينه رئيسا لي وكاننا في ملكية. طبعا دارها ماكرون والصور معروفة وموجودة. سنرى غدا
والأيام القادمة كيف سيكون الموقف. الروس معترضين، الروس معترضين على التدخل الخارجي أيضا. تركيا أردوغان خرج بموقف قوي جدا وقال أن موقف الشعب النيجيري، وما حبش يقول النظام الجديد أو الانقلابيين باش ما يظهرش أنه يدعم الانقلابيين، لأن أردوغان عنده مشاكل مع العسكر والانقلابات في تركيا بما فيها عليه قبل سنوات، لكنه قال أن الموقف الشعب النيجيري وكراهيته لفرنسا هذا معروف لأن فرنسا قوة استعمارية، لم يخطئ في ذلك، وأن شعوب إفريقيا تريد أن تتحرر من الاستعمار، لم يخطئ في ذلك. لكن للأسف أردوغان الذي يقول هذا الكلام يدعم اليوم نظام استعماري، نظام تابع للاستعمار اللي هو العصابة نتاعنا، وهي عصابة مرتبطة في العمق بفرنسا، وإن ظهرت أن لديها ارتباطات بروسيا وبقطر وبتركيا وبمش عارف من، لكن العمق قلوبهم في باريس، أبنائهم ونسائهم وهم يذهبون إلى باريس لا درجة. أخبرني أحد الأفاضل قال لي عنده صديق، يركب الساتيليت، كي كان يروح عندهم باش يركب لهم الساتيليت أول حاجة يبحثوا عليها هي كانال بليس أول حاجة، وبعدين يبدأوا يبرروا له يقولوا له راك عارف لأن ندير سبور ما ندير سبور، بعدين هذا على نيتو يعني يقول لهم صح راه كاين بين راهي كاين بيئين هذيك نتاع القطريين، يقولوا له لا احنا نفضلوا كانال بليس يعني، والقنوات الفرنسية فهم يعني كل هذا الشلة اللي راكم تشوفوا فيها على ما يظهر أحيانا خطابات ضد فرنسا وإلى آخره ومنا، إلا أن في العمق هم فرنسيين أكثر من الفرنسيس، يعني فرنسا هذه تمشي لهم في الدم، يرون أن الحضارة تبدأ وتنتهي في فرنسا، خاصة أن الكثير منهم لا يتقن إلا لغة فافة ومش دائما يتقنوها مليح يعني يتقنوها بالدارجة يعني. فهذا هو اللي مرات الناس يغلطوا فيه، يقول لك الجزائر وعندها موقف وضد فرنسا، وخاصة بعض أخواننا البسطاء اللي يخدعوهم بالبنديسية وليس الباديسية، عبد الحميد الباديس حاشاه أن يكون شنقلة عند هادون، البنديسية والسكتمبرية يخدعون بها في العمق، حتى ذاك شنقريحة يعني نهار اللي جاي يبعث بنو باش يروح يعبث في فرنسا ويعطيه دو سالير، سالير أجر تاع ملحق عسكري وأجر تاع ستودنت طالب كان يدي زوج بنو شفيق، ما بعثوش لموسكو بعثوا لباريس، كي يروحوا يعالجوا ما يروحوش لموسكو يروحوا لباريس، نبدل شوية تبون راح لألمانيا يعني، لكن يروحوا لباريس في الغالب 90% منهم يروحوا لباريس، كثيرين يموتوا في باريس، التهريب الريستوران بار ريستوران اوتيل كذا وفيش يديروا البزنس حتى لي بوشي يديروها في باريس، يعني الاخر هذاك اللي يسموه المونشو الجنرال الشهير اللي كان قمع انقلاب القمع الشعفي عنابة ذكروني في اسمه، لما صارت مشاكل الى اخره ظهر انه دار دي بوشري في باريس، في واحد كتب لي راس السنه طبعا في باريس، ما هذه الاشياء، فروح هذه العصابه روحها ليسبري نتاعها السول نتاعها بالانجليزيه هي فرنسا وباريس، والمخير فيهم كي يشوف القنوات الفرنساويه ويجعجع بشويه فرنساويه في الدار الى اخره، ولا مع المواطنين هذوك المساكن يعني، فما تغلطوش، لكن في الشكل وفي الظاهر نعم كاين الجناح الروسي كاين الجناح الفرنساوي كاين الجناح القطري الجناح الاماراتي، هذا في تقسيمات الصراع،
وعلى ذكر تقسيمات الصراع، استطيع ان اقول لكم ان الصراع يتعاظم ما بين راهي رايحه وتزيد ثلاث اجنحه. كاين جناح ديرس قديمها وجديدها، اخر المواضيع هذه بلاك تبعتوها يعني قبل حوالي اسبوعين او ثلاثه، خرج بيان الاطاحه بوالي بومرداس وإحالته على التحقيق. من هو والي بومرداس؟ والي بومرداس خاله الجنرال مجذوب كحال، خاله. من هو مجذوب كحال لمن لا يعرف؟ هو قائد المخابرات الداخلية. قبل سنة سجنوا ولد عمت شنقريحة، عفوا جبار مهنا، اللي هو تاع الألجيريين فيريس، راكم تتذكرون نهار اللي قالك البواخر رجعت فارغة إلى آخره، منا سجنوه. من هو؟ ولد عمت جبار مهنا، كان يقولوا نصيبه هو ولد عمته في الحقيقة، لأن الاعتقاد لدى جماعة، خلينا نسموهم تعبير دقيق، بوعلام تبون هو جزء، هو الرئيس يعني، لكن المحرك هو بوعلام وبعض الجنرالات وبعض المسؤولين هناك. جماعة الرئاسة أو جناح الرئاسة المتخوفين جداً من أن الدارس راه يخدم ضدهم في بعض الملفات، وأنهم ما زالوا مرتبطين بتوفيق وبنزار. وهو صح، جبار مهنا يعني الأرباب نتاعه والأسياد نتاعه هو نزار وتوفيق. ولذلك راكم تشوفوا هاد الأيام راهي فيه معركة، بعد ما سرقوا التليفون تاع المجرم اللي موجود هنا، هذا اللي قال مرة أنه يذبح 20 مليون جزائري يديرهم صابون، ما تحركوش من هذا المشكل، ما كانش عنده مشكل. لكن لما صارت خصوماتهم، وهذا المجرم هو الناطق الرسمي باسم نزار، توفيق نزار مثلا راح على الأبواب أن يعتقل، مثلا توفيق نزار الآن على أبواب أن يعتقل، ابن خالد نزار، وربما راح يسيزوا له كلش ووقفوا له كلش، خاصة أنه ضالع في عملية جوسسة، لأنه يملك الإنترنت، والبروفايدر هو اللي يمد أغلبية المسعورين هذون عندهم الانترنت من عند لطفي نزار، لأن عندها الكابل. بدأوا يبدلوا في الفترة الأخيرة، لكن كثيرين منهم يدوا في الكابل من عند نزار، عندهم 300 ميجا 600 ميجا عادي يعني 1000 ميجا عادي. فلما سرقوا، لما قامت جماعة تبون بسرقة التليفون تاع هذا المجرم اللي موجود هنا، واللي لم يترك أحدا وسب وشتم إلى آخره، لقاو في الملف التليفون نتاعو معطيات، بعض المعطيات اللي عندنا، لا زعم اني عندي كثير لكن بعضها فقط، لقاو كثير من المعلومات والتفاصيل اللي تربطوا ايضا بجماعة حال مجذوب، الامن الداخلي وجبار مهنا، الامن الخارجي، وقبلها كانوا مع جماعة الامن العسكري اللي راهم كلهم في الحبس الان، هذا اللي يسموه حسين، اصله اسمه حسين بالعيد لكن يسموه حسين بولحية، وزميرلي وخو زميرلي، زميرلي كان تاع دي سي اس مدير العام للامن العسكري، عبث ببعض القوم اللي قلبوهم ودارهم ذباب، من بعد اصبحوا ثوره مضاده، كان عبث بهم، راح في الحبس. ولد زميرلي هذا سيد علي، ولد زميرلي راح في الحبس، عمر ولد زميرلي راح في الحبس، عمر خوه سيد علي كان هو الجنرال، هو قائد دي سي اس، ومجموعة من كبار الضباط تاع دي سي اس كلهم في الحبس، على رأسهم هذا المجرم الكبير اللي يسموه حسين بولحية، واسمه الحقيقي حسين بالعيد، من جماعة أيضا يعني كان مقرب من جبار مهنا إلى آخره. فراهي واحد الخلوطة كبيرة، ولذلك هذه العملية اللي داروها هذا المجرم اللي ضربوه في باريس ونحاولوا التليفون، لما داو تليفون لقاو جماعة بوعلام وجماعة تبون جماعة الرئاسة، لقاو تفاصيل كثيرة جدا هناك، وتدين المخابرات قديمها وجديدها. جماعة شنقريحة مش متورطين كثير في الموضوع، ولقاوهم بين اللي هما يبعثوا في المعلومات باش يضرب جماعة تبون. ولذلك جماعة تبون وش داروا؟
الجناح الثالث هو شنقريحة. شنقريحة راه هرب لروسيا، كي نقول هرب لروسيا بمعنى مش لجأ، يعني راح يشوف ليه واش يقدر يدير، لأن عنده مشاكل على المستوى الاستراتيجي والمستوى الخارجي اللي هي تاع النيجر ومالي، وكان مشعل ومازال مشعل الحرب الإعلامية مع المغرب إلى آخره، هو شنقريحة. لكن الآن الأمور هي تتفجر، الجزائر كلها هي حلقة نار، موريتانيا تحت الحكم الإماراتي، تونس تحت الحكم الإماراتي. بالمناسبة كوني غير يبعث لي المساعد الفيديو اللي شناه اليوم بغلق تونس على الجزائريين، مانيش عارف كم سيدوم هذا الغلق أو إذا فتحوها ولا فتحوهاش، لكن كان اليوم فيه غلق، وكانت هناك مئات السيارات ومئات العائلات اللي باتوا برا رايحين لتونس، باتوا برا معناهم مخلصين الزوتيل وكل شيء. لماذا؟ لأن المعتوه تاع قيس سعيد الإماراتيين خيروه، قالوا له حنا ولا الجنرالات في الجزائر، حنا نعطوك عدة مليارات من الدولارات اللي يعطوها لك النظام الجزائري، حنا نعطوك 10 مرات أكثر من هاي، فمشى مع الإمارات. طبعا هو راهو عارف باللي الجماعة نتاع العصابة عندنا يقدروا يديروا له قنابل هناك ويعاود يولي يظهر الإرهاب من جديد، وراهو عارف هذه. لكنه في نفس الوقت الإماراتيين عندهم قدرة على التأثير قوية جدا. الإماراتيين متواجدين إذن في تونس وفي موريتانيا شبه احتلال هذ البلدين. في المغرب عندهم تأثير، صحيح يبقى تأثيرهم محدود في المغرب مقارنة مع موريتانيا ومع، لكن في المغرب داخلين مع الكيان الإسرائيلي، واللي أكيد يعني هذا ما يبرر لهمش، لكن يفسر جزئيا للنظام المغربي. يقول لك أنا عندي جنرالات كلهم يهاجموني، وهذه كنا قلناها لهم، دعوكم من التهجمات والهجومات، نحن والمغرب شعب واحد، نحن وتونس شعب واحد، نحن وليبيا وموريتانيا شعب واحد، هذه البلدان يجب أن تتجمع اتحاد مغاربي تواجه المخاطر الخارجية والكوارث الخارجية اللي راهي جايتنا. احنا العدو تاريخيا يجي من الشمال، لكن الشمال يقدر يجيك من الجنوب، هو من الشمال لكن يقدر يجيك من الجنوب. لو تحدث حرب في النيجر وتورط فيها مالي وبوركينا فاسو وغينيا ونيجيريا والسنغال، الجزائر ستتورط بشكل أو بآخر. أقل شيء يدخل ملايين الأفارقة المساكين الهاربين من الحرب في منطقة شديدة الاضطراب، وكمل عليها جنرالات السودان اللي قاعدين يقتلوا في بعضهم في العاصمة نتاعهم ويقتلوا معهم الناس. لحد الآن عشرات الآلاف القتلى السودانيين، راهي غير الأخبار مش تجيب التفاصيل. اليوم شفت الصور تاع القصر الرئاسي السوداني مدمر تماما. إذن شنقريحة في روسيا، لأنه متورط شنقريحة في قضية مالي، في قضية الباغنر في مالي، ولما من مالي انتقلوا لبوركينا فاسو، شنقريحة متورط. مرات ذاك يقول لك واحد طيب ترك تقول لناها ومتورط يعاون في الروس وفي مالي، بصح هو قلبه مع فرنسا. هذه هي المعادلة لازم نفهموها مليح، هما السلاح والتدريب وشكون صنعهم وشكون جزء منه الروس أيضا، لكن قلوبهم أولادهم وين يروحوا يسهروا، وين يروحوا يسكروا، وين يروحوا يلعبوا، وين يروحوا يحبوا يروحوا، مش موسكو، باريس. هذا بالنسبة للجناح الروسي. الجناح الفرنساوي اللي هو تبون ومن معه، هذون طبعا خرجي لها مباشرة تانية. حتى وين شفنا تبون في روسيا إلى آخره، هذاك فقط ضروريات التوازن داخل الأجنحة. باش نرجع وش راه واقع، إذا ثلاث أجنحة، خصومات شنقريحة. شنقريحة كل الترقيات اللي تمت داخل الجيش وداخل الدرك، خاصة درك الجيش، تقدر تقول عليها 95% الموالين له والجينات اللي معاه بما فيهم علي يحيى والحاج اللي هو خصم كبير لجبار مهنا، أو اللي شراو الترقيات والتنقلات شراوها بالشكارة. كاين اللي دفعوا مليار، كاين اللي دفعوا 2 ملايير، كاين اللي دفعوا
زو السيارات كاين اللي دفعوا 100,000 اورو كاين اللي دفعوا باش يدي كراد تاع كولونيل او كراد تاع عميد او كراد تاع ليتنون كولونيل الى اخره داخل الجيش وداخل الدرك. فما خلاش لجماعه تبون ما خلالهمش واش يحطوا يعني منزعجين جدا. ولذلك راحوا سارعوا بتغييرات داخل لابوليس وتغييرات داخل راكم شفتوها قائمة نتاع المجالس العسكرية المجالس الولائية القضائية المجالس القضائية المجلس القضائي هو موجود على مستوى الولاية والمحكمة موجودة في الغالب على مستوى الدوائر راهي جاية أيضا تاع الدوائر المحاكم راهي فوضى عارمة البارح من اللي أعلنوا في المجالس في القضاء راهي فوضى عارمة غيروا مجموعة من نواب العامون على مستوى المجالس القضائية وغيروا مجموعة أكبر في المجالس القضائية وقبلهم داروا تغييرات هائلة داخل لابوليس أيضا تقريبا كل اللي جاءوا داخل الشرطة واللي عينوا في مناصب أساسية داخل المجالس داخل القضاء داخل المجالس القضائية والنواب العامون وأيضا في تعديلات داخل وزارة العدل ذاتها وفي تعديلات داخل وزارة داخل وزارة الداخلية ذاتها كل هذا هما جماعة تبون قالوا الشنقري حنتدرج جماعتك في الجيش وفي الدرك حنا نديروا جماعتنا وين نقدروا اللي عنده السلطة راه يجيب صحابه أو اللي يدفعوا الشكارة. المتضرر الأكبر في هذه الأوضاع هو الجناح الثالث ديارس القديمة والجديدة خاصة بعد أن لقاو كثير من الملفات عند المجرم هذا اللي راه في وضع حرج جدا واللي اعتقلوا لأخوه واعتقلوا معاه شحال من واحد إلى آخره. طبعا احنا ما نش عارفين إذا أخوه صح متورط مش متورط لكن اللي عارفينه لأن النظام هذا طبعا تعرفوا أنه يكذب لكن اللي عارفينه أن هذا المجرم متورط في كثير من القضايا راك نجيب لكم منها واحدة منها يعني هذا موضوع أيضا إن شاء الله راح نزيد نعمقه في لايف غد إذا حيانا ربي لأني وعدت إخواننا فيجب على الأقل نرجع للموضوع ولو بسرعة اللي هو موضوع ومن بداية أشكر أحرار وزارة العدل اللي وفوني بملف واسع بخص ذراع الميزان فمن هنا أقدم لهم تحية. دائما كاين بعض الأحرار في بعض الوزارات في بعض الأماكن في بعض القيادات دائما كاين أحرار فأوجه لهم تحية إذن وأعتذر لخوتنا اللي كانوا ينتظروا فيها في موضوع تيزي وزو موضوع شلول إلى آخره. الموضوع طبعا راكم عارفين ياخذ تفاصيل أكثر راح نخليه الغدوة إن شاء الله هو موضوع هرم بإذن الله. ادعوا لي برك يكون كاين الوقت والجهد والراه راني لا أكاد أجد دقيقة يعني ولذلك مرات تشوفوني متعب يعني مرهق. لكن نروحوا لموضوع في موضوع تيزي وزو راح نتكلم على قضية وفي موضوع ذراع الميزان نرجعوا إلى العناوين الرئيسية وذراع الميزان هذه مرة اللي فات كنت أعطيت العناوين الأسماء اللي قلت هذا متورطين. ذراع الميزان لمن لا يعرفها ذراع الميزان هي تلك المدينة الصغيرة اللي خلدتها الثورة التحريرية منها خمسة من كبار عقداء الثورة التحريرية كانوا من ذراع الميزان يعني قلب من قلوب الثورة الجزائرية. طبعا الثورة الجزائرية الحمد لله لديها قلوب متعددة يعني لكن ذراع الميزان تعد واحدة من هذه القلوب قلوب الثورة الجزائرية والدليل وجود خمسة عقداء الثورة هذو المشهورين ربما كاين أكثر حتى في هذه ذراع الميزان. إذا سمحت لي الظروف راح نعاود نولي لها بكثير من التفاصيل لكن لأني وعدت لإخواننا ونشجعوهم تاع وزارة العدل باش يبعثوا لنا أشياء أخرى فراح نعاود نجيب بعض الموضوع أو موضوعين. إبراهيم مراد اللي هو وزير الداخلية هذا كان والي في 2015 كان والي في
تيزي وزو. تفاجأت وأنا نبحث في الموضوع بالمناسبة، لقيت أن ولات تيزي وزو في الغالب يجوا بعد أن يخدموا في تمرست، يروحوا يديروا تكوين في تمرست ويجوا لتيزي وزو. أربع ولات، آخر أربع ولات كلهم اشتغلوا في تمرست وبعدين جاوا لتيزي وزو. راح نشوفها من بعد. إذن إبراهيم مراد اللي كان اللي راه وزير داخلية اليوم، وشراكة مع عمور اللي يسموه وسيط الجمهورية أيضا، قام في أكتوبر 2015 قام إبراهيم مراد بإلغاء مشروع رئاسي في ذراع الميزان. هذا المشروع وش فيه؟ بناء 136 محلات الرئيس. راكم تذكروا هذيك العبث اللي كان أيام بوتفليقة ما يسمى بمحلات الرئيس إلى آخره. بناء ألغى مشروع رئاسي يخص 136 محل من محلات الرئيس، وكان مع هذه المحلات كان تشييد معلم تاريخي لخمسة عقداء، اللي هما اللي قلت لكم هذول هما العقداء، عقداء كبار الثورة الجزائرية، اللي هما كريم بالقاسم، عمر وعمران، علي ملاح، محمد زعموم، والعقيد سليمان دهليس. كان مشروع باش يدير لهم تماثيل تم. انا مانيش مع التماثيل صراحه، يعني بدل ما نمدوها تماثيل نديروا حاجه اخرى، نديروا متاحف، نديروا وهذاك المال نعرفوا كيفاش نصرفوه. هذه تاع التماثيل ماهيش من ثقافتنا، هذه ثقافه اوروبيه، احنا ثقافتنا شيء اخر، وتماثيل حتى في ديننا لا تجوز يعني صراحه يعني. لكن مش هذا هو الموضوع. كان اذا 136 محلات الرئيس، وايضا كانوا باش يبنوا مقر تاع بنك الى اخره، وساحه لتماثيل لمعلم تاريخي، هما يقولوا هنا معلم تاريخي لخمس عقداء، مش عارف ربما ما كانت تكون تماثيل، ربما كانت تكون شيء اخر، المهم كان معلم تاريخي. فالغي القرار الرئاسي، المشروع الرئاسي الغي بقرار ولائي، هذه في حد ذاتها جريمه، يعني لا يستطيع في القانون الجزائري في كل القوانين ان الأصغر الموظف الأصغر يلغي قرار موظف أكبر منه. هنا والي يلغي قرار رئيس، ما يسمى برئيس جمهورية. فألغى القرار، وش دار؟ منح هذه القطعة لواحد يسموه قروي. قروي هذا معروف بفساد الأخلاق العارم، بلا ما ندخل في التفاصيل، وبإجرام الفساد وعمالته إلى آخره. وعطاوا له المنطقة هذه في ذراع الميزان، منطقة أساسية باش يبني فيها 70 مسكن ذات طابع تجاري بقيمة 1.3 مليار سنتيم للشقة الواحدة. رانا نتكلم هنا على ما يعادل 100 مليار تقريبا، يعني هذيك الأرض عطاوها له واللي تقريبا انتهى باطل، باش يطلع فيها 70 شقة، كل شقة تتباع بـ1.3 مليار سنتيم. إذن إضافة إلى أنه بدد أكثر من 3 مليارات سنتيم وتهديم محلات الرئيس، لأن هذه محلات الرئيس كانت بدأوا يبنوا فيها وخسروا عليها 3 ملاير هدمها. ومنح هذا الموضوع لهذا زهير قروي اللي كان وسيط ما بين الوالي إبراهيم مراد اللي راه الآن وزير الداخلية. كما قلت لكم لازم تكون فاسد ومفسد باش تطلع في القراد، طلعوه في القراد. اللي كان الوسيط آنذاك هو مفتش الولاية. وشكون هو هذا مفتش الولاية؟ هو بينه وبين رجال الأعمال، رجال نهب المال يعني، بما فيهم هذا زهير قروي. شكون هو اللي كان الوسيط؟ هو مجيد عمور. شكون هو هذا مجيد عمور؟ هو وسيط الجمهورية. خلينا نوري لكم، بلاك المساعد راه يعود بعث لي فيديوهات تاعهم، فقط لأنه مرات بعض إخواننا خاصة اللي في الخارج يقولوا لي أنا ما نعرفوهمش، فيكون مهم أننا نوروا بعض الصور تحت الوجوه. هذا هو مجيد عمور، اسمعوا وش يقول. إيمانا منا بأن العمل في إطار مشترك وأحد أهم السبل للوصول إلى الغاية المرجوة ألا وهي خدمة المواطن، فإننا ملتزمون ومجندون لتنسيق التعاون ولتنسيق الجهود مع السلطة العليا للشغفية والوقاية من الفساد ومكافحته في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. إبليس يدعو إلى الخير. كتلة من الفساد هذا مجيد عمور.
واحدة منهم هي هذه القضية اللي كان هو وسيط فيها ما بين الوالي إبراهيم مراد ومجموعة من ما يسمى بنهم المال، خاصة هذا زهير قروي. طبعا دشكارة تاعو في هذه، يعني لأن المبلغ الأرباح فيما بعد تصل إلى ما يقارب 100 مليار، يعني لما يتبناو، خلينا نقول يتبناو بعشر مليار ولا 15 مليار، يعني ربح صافي تاع 80-90 مليار. فالدشكرة تاعو هو إبراهيم مراد اللي هو وزير الداخلية من عند هذا قروي، واللي هما أيضا هذا قروي هو واجهة، كاين واحد آخرين معاه من الخلف. اللي بعدين راح إبراهيم مراد، مانيش عارف أين ذهب أنا ذاك، وين بعثوه والي في مكان آخر. جاء واحد آخر اسمه محمد بودربالي، هذا كان والي أيضا، كان والي في تمراس، وأعتقد أن راه مسجون الآن في قضية الفساد اللي داروا في سكيك دا يعني. فجاء محمد بودربالي هو اللي منح بعدين العقود بالتراضي ورخص البناء إلى آخره لهذا قروي، بمعنى أنه الوالي السابق مد للوالي اللي بعده باش يزيد يريقلي هذا صاحبهم هذا قروي اللي أعطاه له هذه الأرض وأعطاه له رخص بدون حق. اللي كان يومها رئيس بلدية يسموه الصلاح عبد الغاني، الصلاح عبد الغاني هذا رفض منح رخص البناء، وقال أن هذه القطعة الأرضية مخصصة للمصلحة العامة، وأنه مخالف لقانون التعمير الذي يحدد صلاحية كل مسؤول، حيث أن الوالي يتدخل فقط إذا كانت من 200 إلى 600 شقة، يعني من المشروع تحت 200 هو مسؤوليات البلدية، كما خالف قانون 281-15 في مادته الثانية التي تنص على عدم منح عقود الامتياز في القطاع المخصصة أو في طور التخصص للمصلحة العامة، عكس ما قام به إذن الوالي في ذراع الميزان. لكن خونا هذا صويلح عبد الغاني اللي رفض في البداية وكان محق، كان قانوني فيما قام به وفي رفضه، تراجع فيما بعد. لماذا تراجع؟ لأنهم هدوه، لقاو باللي هو أيضا منح صفقة عمومية لصاحبه محمد زيموش بقيمة 2 ملاير و200 مليون. هذا عبد الغني صويلح قال لهم لو كان تدوا لوتوريزاسيون تدوها على رقبتي أنا ديميسوني، حتى قال كلمة أخرى، قال نخرج عريان في المدينة، لكن اداو لوتوريزاسيون وداوها له وقالوا له شوف هنا اديناها ونقول لك حاجة، لو كان تعترض ولا دير قلق ولا دير مشاكل وما توقعش انت ايضا الجوانب اللي خصوك، نخرج لك القضية انت مع صاحبك اللي هو عطاله صفقة انت 2 ملاير و200 مليون تتمثل في انجاز محطة تصفية المياه القذرة لسكنات عدل، اما لا تدخل في الصف. جبدوا له الملف قالوا له هاو، علاش دائما يجيبوهم فاسدين والله يديروا لهم ملفات باش كي يعطوا لهم اوامر ينفذوها، لما نفذوهاش يجبدوا لهم الملف. دخل في الصف، اللي داخلين ايضا واحد اسمه العسكري سعيد واحد اسمه حسين الورياشي، مسؤولين في اداره وتسيير املاك الدوله، حيث هم قاموا بمنح عقود الامتياز بالتراضي وبالدينار الرمزي 1 مليون سنتيم للقطعه، مخالفين قانون تسيير الاملاك الدوله. اللي ايضا متورط واللي راهم خلاوه في تيزي وزو اللي هو البروكيرور جنرال النائب العام اسمه عبد القادر عمروش، هذا واحد من المجرمين الكبار، راح نرجع له لما نعود نرجع لملف تيزي وزو ولما نعود نرجع الى عده ملفات. اذا عبد القادر عمروش النائب العام وعبد العالي فراجي ايضا خالفوا قانون الاجراءات الجزائيه الذي يستلزم تحويل ملفات الفساد، لانهم حقوا فيما بعد، جات جهة حقت والقاوب اللي بالفعل هناك فساد إلى آخره، كان المفروض يحولوا الملف إلى ما يسمى بمحكمة سيدي محمد لأنها هي اللي تحاكم المسؤولين، ما حولوش وخلاوا القضية على المستوى المحلي ورجلوها على المستوى المحلي. رغم أن النائب العام السابق اللي يسموه محمد طيب العزيزي حاول، يعني قبل ما يحولوه، أنه يحول الملف لكن لم يتم ذلك، وتم استعمال سياسة الانتقام والتهديد
ضد المبلغين على الفساد أيضا. ياسين آيت مزيان رئيس أمن ولاية بجاية هو من جعل القروي هذا زهير قروي غول في ذراع الميزان، وأحسن سليمان نائب قائد الناحية العسكرية السادسة هو ابن حركي. هذا أحسن سليمان يبدو أن هذا قروي زهير قروي هو واجهة أيضا لحسن سليمان ولعجرود محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة في تمر راس والنائب نتاعو. لكن الغريب أن هذا حسن سليمان اللي هو نائب قائد الناحية العسكرية السادسة، البلاد يحكموا ولاد الحركة في الحقيقة، هو ابن حركي، جده تم إعدامه من طرف المجاهدين في تيزي غنيف، ويشهد على ذلك شخص وتشهد على ذلك بأن يدعى بعلي الكبران، كان يسموه علي الكبران إلى آخره إلى آخره. هذا خلاصة في قضية هي كان مازال قضايا في ذراع الميزان، لكن لأني وعدت حرار العدل أن نتحدث اليوم، كان المفروض نتحدث المرة اللي فاتت، الوقت دائما ضايقنا فتحدثت فيها. أعتقد أنني سأتوقف هنا، كنت رايح نناقش معكم موضوع ما يسمى بلا كونفيرونس دو بريس اللي دارها عاشور شلول، وقضية بمناسبة الدؤوت اللي هي الذكرى 77 لقيام فريق جيسكا، لكن في الحقيقة ما كلام فارغ لا معنى له، لأن بدون موضوع لودي بدون موضوع البيلان كله تلاعبات وتلاعبات كبيرة، لكن هذا موضوع يحتاج حديث طويل راح نتكلم عليه. لكن خلونا نختم هذا الموضوع بشخص آخر هذه المرة ثاني من تيزي وزو، وهو أحد كبار المفسدين هناك، ليس هو الوحيد لكنه كبار من كبار المفسدين هناك. في ملف أيضا تمر راس راني نشوف فيه الآن أمامي، راح نعد أيضا إخواننا أني راح نتكلم عليه، ويتعلق بقائد الناحية العسكرية السادسة أيضا، يسيطر على التنقيب عن الذهب بمنطقة تيريرين مع شريك مدني يستعمل الإشراف على عملية التنقيب واستخراج الذهب، ويدعى الشخص المدني التوجي. خلينا الملف هذا تاع تمر راس، هذا ملف ايضا راح نرجع له. بعض اخواننا يقول لك راك كل مره تقول نرجع، الله غالب الملفات كثيره جدا والوقت ضيق، والجهد في الامور هذه ايضا باش الانسان يدققها ويفصلها ماهيش سهله. ف الشخص هذا وعلاش راح نتكلم عليه، خاصه لان فيه امراه مسكينه محقوره ومظلومه، لكن جاء الحديث فيه على واحد هذا يسمى النوري، عبد النوري رمضان المدعو فاتح. عبد النوري ما هو رمضان هذا إنسان أمي، عنده نظن مستوى ما وصلش حتى الرابعة متوسط، وهذا مش عيب، لكن العيب أن تكون أمي وتصبح مسؤول كبير داخل ولاية تيزي وزو مثلا أو أي ولاية أخرى. خضع لواحد المرأة، خضع لها في قبل أشهر، خضع لها مبلغ نتاع 100 مليون. هاي الوثيقة، المهم الوثيقة راهي موجودة عندي، إن شاء الله ننشرها مع الملف، لأن احنا ننشروه راح ننشروه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أيضا. خدع المرأة 100 مليون. المرأة لما بعد ما طول عليها راحت له، خدع عليها 100 مليون باش يجيب لها موافقة مقابل استخراج رخصة بناء على واحد الأرض. ما عطاوهاش رخصة بناء، من حقها باش تجيب رخصة البناء ما عطاوها لهاش، وراكم عارفين هذه رخص البناء مرات تكون قاتلة، يعني كاين الناس تبقى أراضيهم مرمية هما يحتاجوا سكن إلى آخره. فالمرأة تلعب بها ودالها 100 مليون، فقامت بنشر وثيقة عبر الفيسبوك، لكن بعد ساعات قليلة حذف المنشور لسبب مجهول. الوثيقة راهي عندي على كل حال، لكن هناك من التقى صور للمنشور، ولذلك راهي عندي الوثيقة. هذا عبد النوري رمضان عبد النوري المدعو فاتح، مستوى رابعة ابتدائي، عفوا قلت رابعة متوسط، رابعة ابتدائي. هو من عائلة متكونة من أشخاص يمارسون كل الأشرار، حيث لديه خوه في تيزي وزو واسمه مانو، وهذا محكوم عليه بعشرين سنة سجن بعد أن ارتكب جريمة قتل في ملهى لو بون دو بوجي،
والآخر اسمه خالد وهو مروج معروف، مروج مخدرات وسلاح ناري في مدينة تيزي وزو. وعبد النوري رمضان جاسوس للمخابرات للستياري خاصة، في وكان في فترة الحراك كان على اتصال مع بعض ضباط المخابرات، وكان سبب في اعتقال بعض الحراكيين خاصة أصدقائه، بما فيهم أصدقائه اللي كانوا أصدقائه، خاصة أصدقائه. وبعد الحراك أتت به المخابرات ليكون في الانتخابات الماضية كعضو بلدي، بالرغم من أن ليس لديه الحق أن يترشح، فزور بطاقة الانتخابات، زور بطاقة الانتخابات على أساس أنه يسكن في تيزي وزو، زوروا له بطاقة الانتخابات وزوروا له بطاقة الخدمة الوطنية، ما دارش الخدمة الوطنية، الخدمة العسكرية. شكون اللي زورتهم له؟ المخابرات الإرهابية هما اللي داروا له التزوير، لأنه هو يخدم لهم جاسوس، وكانوا حابين يزيدوا يحطوه جاسوس في البلدية. عندهم جواسيس أخرين لكن يحتاجهم، وماذا بهم لكل بلاد تكون جواسيس وعملاء ومرتزقة. فأصبح نائبا في البلدية لديه الحق إذن، وهو الآن متهم في العديد من القضايا مثل الرشوة، استعمال النفوذ، شتم وضرب العديد من عمال البلدية، وهناك العديد من الشكاوي في المحاكم لكن بدون جدوى. تحفظ هذه الشكاوي لأنه عنده علاقات مع السي تي ار اي، وطبعا عنده علاقات مع المير، المير هذا أيضا متحالف معه، وهو اليد القذرة تاع المير تاع تيزي وزو، هو اليد القذرة اللي ما يقدرش يديرها المير، ولا ما يقدرش يسب واحد، ولا ما يقدرش يضرب واحد، يبعث هذا عبد النوري الفوايو يعني البوندي، إضافة طبعا إلى ما يقوم به من النهب. عنده مشكلة كبيرة الآن في تيزي وزو، لأن قضية توزيع السكن، عندهم فقط 900 سكن، و900 سكن هذه الشيف سيكتور والوالي شيف دائرة كل واحد يحوس يدي الكوطة تاعه ليه ولصحابه، لكن المطالب هي 13,000 مطلب لطالبين السكن في تيزي وزو، 13,000. ولذلك بعض خاوتنا انت كي تسمع هذا الكلام، هو نفسه اللي في الجلفة، اللي في بشار، اللي في عنابة، اللي في وهران، اللي في العاصمة، اللي في المدية، اللي في الأغواط، اللي في المنيعة، نفسها تقريبا. لكن الحمد لله لما تكون عندنا تفاصيل، لما تكون عندنا أرقام، لما تكون عندنا أسماء، لما تكون عندنا دلائل، فنحن نفضح هؤلاء المجرمين. هذا واحد من الجواسيس تاع تيزي وزو، مازال كاينين زوج، مازال كان رئيس البلدية على الأقل زوج، يعني رئيس، أنا نتكلم على البلدية، رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية أيضا، واحد من كبار المجرمين هذا، راح نرجع لهم إن شاء الله لما نعاود نرجع لملف تيزي وزو. وأيضا أعد إخواني اللي من وهران أني إن شاء الله غدا سأتكلم على موضوع وهران أيضا. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.